بنزل الشارع كده بتمشى مع عادي، بتمشى كده لوحدي، بكلم صاحبي بنزل اقعد معاه، بنخرج انا وبنات صحابي نتمشى، نعمل حاجه جديده نكسر بيها الروتين اللي احنا بنعمله يعني طول الوقت او طول الاسبوع. ممكن نحفل بقى على اي حد واحنا ماشيين، بالاغاني او بخرج مع اي حد من اصحابي او كده يعني. اكل، بروح الكليه، بعملش حاجه بس بقعد كده وخلاص. ممكن الواحد يخرج يقابل صحابه، يقعد مثلا على كافيه كده. بحاول اخرج نفسي عن اي حاجه فاهم تشغل تفكيري بقى، سواء مثلا اروح اعمل اي، اقعد مع اصحابي اشوف ماتش للزمالك. طبعا اول حاجه الواحد بيلجأ لها في الاخر، في الاول طبعا الصلاه وكده، والواحد يحاول يقرب من ربنا. اصلي، اسمع اغاني، اي هما الاثنين متناقضين يعني، بس هعمل اي حاجه تخرجني من المود يعني. هبدا بالصلاه، قراءه القران مثلا، انزل اصحابي نقعد مع بعض، اخرج اقرا كده. عاده يعني زي ما الواحد يعني تربى من الصغر يعني بيلجأ لقراءة القرآن يعني، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الصلاة وقراءة القرآن يعني بيفرج الواحد عن همه وبيدعي لربنا، وربنا بيفرجها إن شاء الله.